أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ومن النقل البري إلى النقل الجوي، للحديث عن الحركة الجوية بمطار حاسم سعود، عدد الرحلات وأهمية تطوير منظومة المراقبة الجوية. وللوقوف على كل هذه النقاط ينضم إلينا عبر المحطة الجهوية بورقلة مدير الأمن الجوي بمطار حاسم سعود السيد مختار العاصمي. أرحب بكم سيدي، شكرا على تلبية الدعوة. صباح الخير، نشكركم على هذه الاستضافة. العفو، مرحبا بكم معنا. إذن أبدأ معكم، ونحن نتحدث اليوم عن الإنجازات والمشاريع من مواصفات وأهمية مطار حاسم سعود. يعتبر مطار حاسم سعود ذات أهمية واستراتيجية اقتصادية، ويعد ثاني أكبر مطار على المستوى الوطني بعد مطار الجزائر العاصمة من حيث حركة الملاحة الجوية، ويعالج رحلات جوية دولية بصفة منتظمة إلى إسبانيا بمعدل رحلتين أسبوعيا، وإلى كل من فرنسا، إنجلترا وإيطاليا، ورحلات داخلية على مستوى يعني كل مطارات المستوى الوطني، يعني المستوى الوطني، وكذلك تلك المتوجهة إلى الحقول البترولية، بحيث يعتبر مطار حاسم سعود كنقطة عبور ترانزيت إلى وجهات الحقول البترولية، إن تعمل شركات الغاز والبترول. يعني أهمية كبيرة يكتسيها هذا المطار، مطار حاسم سعود. نعم، يكتسي أهمية كبيرة واستراتيجية اقتصادية، بحيث يعالج 1500 رحلة شهريا، و 28000 مسافر شهريا، ويتوفر على منشآت قاعدية مدرج بطول 3000 متر وعرض 45 متر، بحيث يسمح للطائرات بجميع الطائرات التجارية بالهبوط على مستوى مطار حاسم سعود. وكذلك حظيرة الطائرات تتسع إلى 29 طائرة بمختلف الأحجام، وكذلك منطقة لصيانة الطائرات، ومصلحة مكافحة ضد الحرائق التي تحتوي على معدات وشاحنات إطفاء تتماشى مع المعايير المطلوبة، ولضمان استمرارية في تقديم الخدمات تقوم المؤسسة بتوفير الطاقة الكهربائية العادية والنجدة لمختلف الشركاء على مستوى المطار، لضمان السير الحسن لمختلف المصالح، سواء من حيث الأمنية أو العملياتية، طبقا للتوصيات الوطنية والدولية في هذا المجال. نعرج الآن السيد مختار العاصمي على المهام الأساسية للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. في هذا الإطار تعتبر المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية من أهم الشركاء على مستوى المطار، نظرا للدور الهام والفعال الذي تقوم به، والمتمثل ضمان سلامة الملاحة الجوية في المجال الجوي الجزائري في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذلك على وبجوار المحطات الجوية، المرافق والتجهيزات التابعة لها، مراقبة الحركة الجوية في جميع المطارات على المستوى الوطني، تسيير وسائل اتصالات الطيران، وكذلك خدمة الإنقاذ ومكافحة الحرائق، المشاركة في عملية البحث والإنقاذ السار، وكذلك المشاركة في وضع برامج أمن المطارات وفقا لمبادئ المنظمة الدولية للطيران المدني. طيب، ما هي الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة من طرف المؤسسة؟ المؤسسة الوطنية لتشغيل المطارات على المستوى الوطني، وعلى مستوى بالوجه الخصوص على مستوى مطار حاسم سعود، استدعت بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية بتوفير إمكانيات بشرية تزخر بمؤهلات وكوادر بشرية على غرار مراقبين جويين، مهندسين، وكذلك تقنيين يتمتعون بمستوى عالي من حيث التكوينية
والتدريبية مكنتهم من أداء المهام المنوطة لهم باحترافية عالية. نتحدث الآن عن مشروع عصرنة أنظمة مراقبة الطائرات، ماذا تضمن وما الذي سيقدمه من إضافة؟ في إطار عصرنة معدات الحركة الجوية، قامت المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية بتجسيد مشروع تطوير أنظمة الحركة الجوية في تنمية مخطط سير المجال الجوي، بتنصيب يعني بتوفير يعني معدات في إطار مشروع تجسيد وتطوير معدات الحركة الجوية، بتنصيب محطات الكشف الرادار على مستوى يعني الوطني مستوى المطارات وبالخصوص على مستوى حسم سعود. تم تنصيب محطة الرادار أساسية رادار بريمير وأخرى رادار سكوندير يعني محطة ثانوية التي تدخل حيز الخدمة في حلول سنة في خلال سنة 2022 يعني التي تستجيب للمعايير الدولية. نعم، إذا لديك إضافة يمكن المواصلة سيدي. باعتبار أن العمل على مستوى المطار يفترض وضع ميكانيزمات لضمان تعاون وتنسيق فعال بين كافة الشركاء المطاريين، فإن المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية تقوم بأداء مهامها بالتنسيق الدائم بين كل جميع الفاعلين في المطار على غرار محافظة أمن المطار، فرقة شرطة الحدود، مصالح تسيير مطار الجزائر، مصالح الجمارك، محطة رصد الأرصاد الجوية، مؤسسة نفطال، وكذلك شركة الطيران، الخطوط الجوية الجزائرية، تصلي الطيران والخاصة ستار افياسيون وإير إكسبريس وتصلي للنقل الجوي. إذا مطار حسم سعود يمكن اعتباره شريان الجنوب سيادة المدير. بالطبع يعتبر مطار حسم سعود كشريان اقتصادي، بحيث تتواجد الشركات البترولية شركات البترول والغاز على مستوى حسم سعود وعلى مستوى الولايات المجاورة وبهذا الصدد يعني بحيث يتمكن بتطوير المنشآت القاعدية بهذا المطار، بحيث نقوم بتسهيل حركة المسافرين والعمال القادمين والذاهبين من على مطار مستوى مطار حسم سعود. ربما نفتح قوس الآن للتعرف على دور المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية في إعداد مخطط الطوارئ الذي يهدف لضمان الجاهزية العملياتية لمختلف الشركاء. المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية على مستوى المطارات نقوم بإعداد برامج المخطط الاستعجالي مع التنسيق مع جميع الشركاء على مستوى المطار، كل شريك بمهامه، ومن ثم نقوم بالتصديق على هذا المخطط على مستوى اللجنة الأمنية للمطار، ومن ثم نقوم برفع هذا المخطط إلى مستوى المديرية العامة للطيران المدني لدي سيام، ويتم بعد ذلك برمجة تمرين افتراضي كل سنتين لوقف على الجاهزية والجاهزية والتنسيق بين مختلف الشركاء وفقا لمبادئ المنظمة الدولية للطيران المدني. يعني تتابعون كل جديد فيما يخص الطيران المدني؟ بالطبع الطيران المدني هو ميدان استراتيجي للاقتصاد الوطني. جيد، هناك يعني حسب حديثكم تسهيلات لحركة الملاحة الجوية.
نعم بالطبع، هناك تسهيلات بالنسبة للحركة الجوية، وبهذا الصدد جاء مشروع تطوير أنظمة الحركة الجوية من طرف المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية بوضع مشروع يعني أنظمة الرادار وكذلك أنظمة الاتصالات أرض الجو المنصبة التي تقوم المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية على تنصيبها على مستوى كل المطارات. ولعلمكم فإن مساحة الجزائر مساحة واسعة، ولهذا يستلزم وضع أجهزة على مستوى كل المطارات لضمان السير الحسن وسلامة أمن الطائرات في المجال الجوي الجزائري بالنسبة للطائرات القادمة للجزائر، وذلك بالنسبة للطائرات التي تقوم بعبور المجال الجوي الجزائري، بحيث يوجد 36 مطار على المستوى الوطني مربوط يعني باتصال دائم 24 ساعة 24 ساعة بمركز المراقبة الجوية بالنسبة بالعاصمة. هناك مشروع بحيث آخر نقوم بتسهيل الحركة الجوية، تسهيل الحركة الجوية بكل أمان وسلامة وفعالية. إذن هناك مشروع آخر من المقرر أن يدخل الخدمة بداية 2022 أو دخل حيز الخدمة، نتحدث عن أنظمة الكشف عن الرادار، ما الذي يقدمه هذا الجهاز الذي يستجيب للمعايير الدولية؟ أنظمة الكشف بالرادار بحيث قمنا بتنصيب أنظمة الكشف الرادار كما قلت سابقا أساسية، رادار بريمير ان رادار سيكوندار على مستوى مطار حسيم سعود، بحيث يسمح هذا النظام الجديد بمراقبة آنية لجميع الطائرات التي تقوم بالعبور التي تقوم بالنزول على مستوى مطار حسيم سعود أو في المجال المجاور لمنطقة حسيم سعود، بحيث أن أنظمة الكشف الأساسية يعني يسمح للمراقب الجوي برؤية الطائرات على بعد 200 بقطر 200 كيلومتر، وكذلك أنظمة الكشف الثانوية رادار سكوندار يسمح بالمراقب الجوي برؤية الطائرات على بعد 400 بقطر 400 كيلومتر، وبهذا يعني المراقب الجوي يعمل بكل إريحية وبكل أمان من أجل سلامة الطائرات في المجال الجوي الجزائري. وبهذا تكون المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية قد رفعت التحديات على مستوى الدولي، يعني نكون جاهزين إذا كان هناك يعني ارتفاع في عدد الرحلات التي تقوم بعبور المجال الجوي الجزائري، أو بالخصوص الطائرات التي تقوم بالنزول على مستوى مطار حسيم سعود. ماذا عن المشاريع الخاصة المستقبلية الخاصة بمطار حسيم سعود سيد مختار العصيمي؟ المشاريع التي تدخل حيز الخدمة في حلول 22، كما قلت سابقا هناك أنظمة الكشف الرادار وكذلك نظام الاتصال الجوي الأرضي بتكنولوجيات حديثة، وكذلك برج المراقبة على مستوى مطار حسيم سعود يتوفر على معدات وتكنولوجيا حديثة متطورة التي تعمل يعني على مدار 24 ساعة على 24 ساعة تتماشى مع متطلبات الدولية والوطنية، وكما أن مطار حسيم سعود هو مطار دولي يعني. إذن شكرا جزيلا لكم سيد مختار العاصمي، أنتم مدير الأمن الجوي بمطار حسيم سعود. شكرا. مشاهدينا إذن نستقبل الضيف الموالي بعد هذا الفاصل.